أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. كما وعدنا با أحمد البارح قلت ليه غادي نجيب لك واحد المفاجأة، والمفاجأة جبتها ليه. غادي يشوف معنا واحد المفاجأة من العيار الثقيل اللي غتعجبو وبزاف. با أحمد أجي معايا. حيد لكم أنا أستاذ. هذا هو بدر ابن سعيد عويطه اللي كان عاود لينا عليه با احمد، وكنت وعدته وقلت ليه غادي نفاجئك با احمد. هو سخير عمره من امه، وانا اللي سميتو جليل كواط، لا حول ولا قوه. كي جاتك هذه المفاجاه با احمد؟ لا حول ولا قوه. كي جاتك هذه المفاجاه؟ اخر حاجه ها، والبارح قلت لي غادي نفتش عليه، قلت لك غنقلب عليه وغندير لك مفاجاه با احمد. تبارك الله. هذا بدر ابن عويطه من الزوجه الاولى اللي با احمد هو اللي سماه بدر. انا اللي سميته. كيتلاقاو من بعد 25 عام ياك با احمد؟ 25 عام ما شتيه. صغير انا يا باقي ما صعيب ورقع. شوف تبارك الله كيفاش هذا. الله يعين اللي سميه. قلبت ولقيته وجبتو ليك با احمد. انا كنت غادي نمشي للمعرف نقلب على خت امك اللي خايد لك راخيك محمد. اييه الام قلت الام. وعييت ما وقلبت ما ونشوف ما عرفتش مع هذاك الشيء طالع عليه الزمان. وشوف سبحان الله العظيم لا اله هو دابا ولات فين بحال انا اللي سميت وجدي الكواط. انا هذا من هذيك الجماعة اللي كاينة في دار الغلف، تما مشيت جبت الكواط فاش زاد وفاش هذا قال لك طابونا تما يجيب لنا، مشيت جبت الورق انا. بدر كي جاتك هذه المفاجأة؟ فجأة كبيرة. كنت هادي راه شحال هادي دابا شي 25 عام ولا كثر الباش كثر كثر ما بقيناش شوفنا، وهادي أحسن مفاجأة هادي من شنقول لك. سولت عليه واحد الكولونير كان هنا في البحر وقال لي أنا سنعرفه. قلت له فاش تعرفه؟ فين تعرفه؟ قال لي تيلعب التنس ولا شتايدا ولا ما عرف شي حاجة تيلعبها في الرياضة. قلت له جيبوا لي. قالت له انا ما عارف شيء. واحد هو كولينير كان يصيد معايا البحر في البحر. وهذه مفاجاه خير نسينا هذاك الشيء كامل دابا الجديد. دابا جات عندك الكبيده. الكبيده 28 25 عام يا شاهد ما شفتو. كنشوف انا غير اليوم اللي كان فيها صغير باقي صغير يلا تنهزو. شكون اللي غيسميه؟ قلت انا اللي غنسميه. كي اللي غيسميه جات مو قالت لي سمي مو كانت تبغيني بزاف. ومشيت الساعة مشيت جبت ليه الورقة قالت لي راه في البلاصه التليفون. ومشيت بالغلف وجبت لي هذيك الورقة وجبت لي كل شيء وعمرت ليه الوراق عمرت له كل عمرنا له الوراق عمرنا له كل شيء. مش هذا الشيء اللي كنت نقول لك راه باه هو اللي باه اللي ما مزيانش خاصة هو اللي غادي غنبركو وغنذكرو في هذا الشيء با احمد. اجي نبركو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.